طيب لو احنا عايزين نزود برضو الانتر موليكولر فورسز والانتر موليكولر اتراكشنز، يبقى لازم يبقى عندنا نوع من المعادله احنا كنا دايما بنتكلم عليها كده قبل كده، كيعني كواليتاتيفلي يعني ان في فورسز، بس انا ممكن ازود معادلات، ومن المعادلات دي ممكن اقدر اعرف بعد كده شكل البوتنشال انرجي ما بينهم وما بين بعض. وبدل لو قلت ان البوتنشال انرجي ده ما بين المولكيولز بعضها هي جزء من الانترنال انرجي بتاع المولكيول ككل، فممكن اوصل بالستاتستيكال ميكانكس ان اعرف افريج كده الانترنال انرجي بتاعي شكلها. فلو اتكلمت على تو بودز، كان عندي كولومز لو زمان بيقول ان الفورس اوف اتراكشن ده بروبورشنال للشارجز بتاعتهم Q1 وQ2 على ديستنس ما بينهم سكويرد. فدلوقتي هما لو كانوا unlike charges، واحده بوزيتيف واحده نيجاتيف، هيديني فورس بالنيجاتيف، فده بنعرفه انه ده اتراكشن. نيجاتيف فورس معناها اتراك في اتجاه البادي الثاني او المولكيول الثاني، فالنيجاتيف يبقى اتراكشن وبوزيتيف يبقى ريبلشن، ودي ايكويشن معروفه. طيب دي احنا ممكن نطبقها على بروتون ونيوترون، واحد عليها بوزيتيف واحد عليها نيجاتيف شارج. بس لما يكون عندي مولكيول، المولكيول ما بتبقاش بوينت، بتبقى ليها ستراكشر، واز هول المولكيول ما عندهاش شارج، لكن هي لان ليها شكل فممكن يحصل كذا نوع من الدايبولز اللي تؤدي الى تشارجز، حتى لو هي في اتجاه معين او مومنتاريلي تشارجز. فاول حاجه الدايبول دايبول انتراكشن، دايبول دايبول، ان المولكيول بسبب الالكترون كلاود بتاعها ممكن يبقى ليها يعني كونسنتريشن بتاع الكلاود بتاع الالكترونز في ناحيه من الناحيتين بتاعه المركز، زي في حاجه ليها كده دايبول شويه زي الميه مثلا. فبالتالي عشان في اللي هي عدم الديستريبيوشن بتاع الالكترونز بشكل متساوي بيحصل دايبول، بيبقى عندي دايبول جوه المولكيول ده. فلما يكون عندي مولكيول ثانيه برضو ليها دايبول فبيحصل انتر اكشن ما بينهم، دايبول دايبول انتر اكشن، لان هما الاثنين بولر مولكيولز، ما بيحصلش كانسليشن دايما، لان دايما بيبقى فيه اورينتيشن معين بيؤدي الى اما اتراكشن اما ريبلشن. تمام. بس انا لو جمعت بقى على وقت طويل قوي ممكن يكنسل بعضه، مفيش نت انتر مولكيول، لكن مومنتاريلي لما بيقربوا بعض الاشكال مختلفه بيبقى فيه النت انتر مولكيول اتراكشن ما بين البيرمننت دايبول مومنت. الدايبول مومنتس دي لو جت جنب حاجه ملهاش مومنت بس دي ليها، ملهاش دايبول بس دي ليها، فممكن تعمل انديوسد مومنت او انديوسد دايبول. فممكن يحصل انتراكشن ما بين دايبول وانديوسد دايبول في مولكيول تاني. فوين مولكيول ويز ا بيرمننت دايبول زي دي قربت كمز تو بروكسيميتي ويز ا مولكيول ذات از نوت بولر زي دي، بيحصل اندكشن، بيحصل نوع من الفورسز اسمها اندكشن فورسز. Induction forces يعني الالكترونز هنا بتتحول بتتجه في اتجاه معين، فبالتالي بيحصل dipole moment induced. وفي تاني انواع من الانتراكشن فورسز اللي احنا بنسميها لندن، ده عالم اسمه لندن، لندن dispersion forces، ان حتى لو هي non polar molecule برضو ممكن تأثر وتعمل induction ل dipoles في المولكيولز التانية وتؤدي الى اتراكشن فورسز، ساعات بيسموها فاندرفيلز اتراكشن. حتى لو نوبل جاز بيرفكتلي سفيريكال وبيرفكتلي نان بولر بيقرب من واحد تاني، الالكترون كلاود بتاعهم بيؤدي الى تغير شويه في الديستريبيوشن بتاع الالكترونز، فبيحصل عشان ما يحصلش اوفرلاب، فبيحصل شويه من الانديوست دايبولز فيهم، وبالتالي بيحصل اتراكتيف فورسز ما بينهم. فدول انواع من المايكروسكوبيك بوتنشال انرجي. بوتنشال انرجي زي ما انت بتبقى عندك فورسز ما بين الجسم والارض بسبب الجاذبيه، دي برضو اتراكشن، بس نوع من البوتنشال انرجي بسبب الاتراكشن فورسز المختلفه اللي احنا بنتكلم عليها. طبعا الدايبول دايبول دي اكبر واحده، اقوى واحده. ولقوا بقى ان البوتنشال بقى اللي جت من هي البوتنشال انرجي اللي بتيجي من الانتراكشنز المختلفه دي بروبورشنال للمسافه اللي ما بينهم، كل ما بيبعدوا عن بعض انفرس بروبورشن، كل ما بيبعدوا عن بعض كل ما خلاص الانتراكشن انرجي بتخلص، غيروا بعض الانتراكشن انرجي بتزيد، بس هي اللي هو بروبورشنال لماينس 1 على ار باور 6 ماينس، عشان بتكلم الار بتصغر وهي تكبر، وبعدين الار باور 6 هي دي الديستنس ما بينهم.
طبعا انا لو عندي قربوا من بعض قوي بيحصل ممكن يبدا يحصل ريبولشن. دي هنا مش باينه، هنا بتتكلم على الاتراكشن بس لما بتقرب من بعض. بس لو قربت من بعض قوي ممكن تحصل ريبولشن، زي مثلا في الاكزامبل في الكتاب بيتكلم على الترامبولين اللي الاولاد بينطوا عليه. فهو الاولاد لما بينطوا هم فوق عندهم بوتنشال انرجي بتتحول لكينيتيك انرجي، اول ما توصل للارض للترامبولين ده هو الاستيك، هو مش ريجيد، فبياخدهم وبياخد هو انرجي تنشن وبعدين بيرميهم مره ثانيه لفوق. فبيعملوا لهم ريبولشن لما بيقربوا منه قوي، بيبقى احسن ايه، هو ما بيقدرش يستحملهم عنده، فبياخد شويه من الكينيتيك انرجي بتاعتهم وبعدين بيديها لهم مره ثانيه في شكل فورس ريبولشن فورس. فالناس كان بالنسبه لماركوز، ماركوز لما بتقرب من بعض ممكن تدخل جوه بعض شويه وبعدين تحصل لها ريبولشن. ففي ريبولشن فورسز بتحصل لما الديستنس بتبقى قريبه جدا من بعض. فلما هي بتبقى بعيده خالص هم ما بيشوفوش بعض، بتقرب شويه بيبدا يحصل اتراكشن بسبب الديسبرشن فورسز وبسبب الدايبولز، وبعدين لما بيخشوا جامد قوي من بعض الديستنس بيبقى صغيره جدا بيبدا يحصل ريبولشن. فبالتالي في ايكويشن اللي عملوها اسمهم لينارد وجونز، اسمها لينارد جونز بوتنشال، بتقول ان الانرجي اوف اتراكشن، بوتنشال انرجي اوف اتراكشن هي 4 في الابسلون في سيجما على ار باور 12 ماينس سيجما على ار باور 6. ده اسمه لينارد جونز بوتنشال، وده مشهور جدا لان هو بيمثل الانتر موليكولار بوتنشال انرجي. الار دي هي الديستنس ما بين المولكيولز وبعضها، من اول هنا لاول هنا دي نسميها ار، تمام. وبعدين السيجما دي هي الانتر موليكولار ديستنس لما كانت الجاما بتساوي زيرو، اني حته بيبقى خلاص ما فيهاش بوتنشال، يبقى الاتراكشن والبولشن قد بعض بالظبط. وده اسمه كاركترستيك انرجي، يعني جونز جون لينارد جونز انرجي. والشكل بتاعها بيبقى عامل زي كده. فانا لو بتكلم على ده اف هقسمها على سوري الانتر اكشن بوتنشال جاما هقسمها على الابسلون، كويس. وانا عندي عند مسافه معينه اللي هي خلاص بيقربوا جدا من بعض يلزقوا في بعض بتبقى عامله كده، تنزل وبعدين بتطلع وبتبقى بزيرو. بعيده جدا مفيش اتراكشن، لما تقرب من بعض الار باور 6 واحد على الار باور 6 هي اللي بتبقى هي الدوميننت، هي ده الاتراكشن. ولما بتقرب جدا الواحد على الار اوفر 12 هي اللي بتبقى الدوميننت، فده الريبولشن لان خلاص بيقربوا جدا من بعض. لما تكون عند هنا النقطه دي اللي هي هنا الاتراكشن والريبولشن بيساوي بعض، فزي ما فيش اتراكشن. وهنا دي النقطه اللي هي بتديني المينيمم، دي المينيمم انرجي، ودي اللي هي بتبقى بوينت اوف ايكوليبريم بيبقى واقفه مستنيها، اسمها ساعات بيسموها بوتنشال انرجي ويل، بوتنشال انرجي ويل، لانها عند الحته اللي تحت دي اللي بيبقى فيها اعلى مكان فيه ستابيليتي اللي هو المينيمم انرجي. عندها دي بتساوي ماينس 1، الجاما على ايبسيلون بتساوي ماينس 1 عند النقطه دي. تمام. طبعا احنا هنا ما اتكلمناش بشكل كبير جدا على ازاي نقدر نوصل لايكويشن اوف ستيت من معرفتنا بالمايكروسكوبيك بروبرتيز، بس اتكلمنا شويه عن بعض المايكروسكوبيك بروبرتيز. اتكلمنا على الاكسكلودد فوليوم وازاي بنها بتعمل راديال ديستريبيوشن فانكشن حتى لو ما فيش انتر موليكولار فورسز، حتى لو هي بس هارد سفيرز. وبرده اتكلمنا على طيب لو انا عندي انتر موليكولار فورسز ايه الايكويشن المناسبه ليها. طبعا الايكويشن دي ممكن اخدها ونطلع منها ايكويشن اوف ستيت بعد كده، بس طبعا ده حاجه مش بتاعتنا يعني، بس على الاقل يبقى عندنا فوكابلوري نبقى فاهمين ان الانتر موليكولار فورسز بتاثر والاكسكلودد فوليوم بيأثر، واحنا ممكن من المايكروسكوبيك ليفل نبص على الكلام ده ونقدر نطلع منهم معلومات عن الماكروسكوبيك بروبرتي زي الانترنال انرجي او البريشر. شكرا.